السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. واحد الحاجة عجبتني وبغيت نشاركها معكم. هذا واحد المعرض في باريس، معرض كبير للمنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية بشكل عام، للمنتجات الغذائية. بغينا نصليو الظهر والعصر، ما كاينش، مشينا عند المصريين ما لقيناش عندهم الجامع، عند السواده كذلك المغاربه تبارك الله حتى هو ما عندهمش الجامع، والتوركه موجودين حدا المغاربه. هذو هما التوركه، ها عاملين واحد الجناح خاص كبير لهم. هذا الجناح هذا دايرين فيه المطعم ديالهم، دايرين فيه الجامع. نوريكم هذه القضيه باش تشوفوا الناس اللي كتحترم نفسها وكتحترم الديانه ديالها. ها هذا هو الباب ديال هذا الجامع، جامع صغير يعني. ها ندخل معكم. واحد الجامع صغير، المهم الناس فين يصليو باش تعرفوا. حتى الصنادل ديال مكة حاطينو هنا، الناس كتحترم ديانتها وكتحترم عاداتها وتقاليدها وما مفرطينش في الناس ديالهم. هادو هما الناس ديال أردوغان والناس ديال تركيا.